ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة في صفحة 293 من المجلد الرابع يقول: ثم إن هنا سؤالا آخر، وهو أن الظهور الموضوعي الحجة هل هو المعاصر لزمن صدور الكلام أو لزمان وصول الكلام إلينا، فيما إذا فرض اختلاف ماذا؟ الزماني، كما هو الحاصل الآن في وضعنا الحالي. كما في النصوص الشرعية بالنسبة إلينا، فإن الأوضاع اللغوية أولا، بل وحتى الظهورات السياقية التركيبية قد تتغير وتتطور بمرور الزمان، وإن كان ذلك بطيئا جدا، يعني بحسب العمر المتعارف لكل واحد منا يلتفت إلى هذا التغير أو لا يلتفت. ها؟ لا يلتفت. لماذا؟ لأن بطء حركة تطور اللغة قد يحتاج إلى قرنين، إلى 3 قرون، إلا إذا صارت ظروف استثنائية كما حصل عندنا في صدر الإسلام. ولكن باعتبار أنه هو يعيشها عادة يجدها ما هي في زمان، ويتصور أنه على مدى الزمان هي ثابتة لا تتغير. يقول: لأن اللغة وما يرتبط بها. شوفوا هذه الجملة إخواني الأعزاء، كونوا على ثقة، يريد لها من الباحثين، من المحققين، من المدققين أن يذهبوا ويقرأوا عنها سنة وسنتين، يعني يقرأوا عندها أو يرجعوا إلى أهل الاختصاص، لأنه دي يشكل كبرى هنا، هذه صغراها يقول كبرها. لأن اللغة وما يرتبط بها ظاهرة اجتماعية. خب سؤال، من قال أن اللغة ظاهرة اجتماعية؟ هاي عندنا آية بها، رواية بها، لعلماء الاجتماع دي يقولون. خب إذا صارت ظاهرة اجتماعية مرتبطة بحياة الناس، بسلوك الناس، بأوضاع الناس، بمدنية الناس، بعبارة أخرى بالزمان والمكان. إحنا بشنو؟ ماذا فسرنا الزمان والمكان؟ قلنا مجموعة هذه الشروط. خب إذا كانت اللغة مترابطة بالزمان والمكان وجزء من الزمان والمكان، فإذا تغير الزمان والمكان تبقى اللغة ثابتة لو تتغير؟ بطبيعة الحال مقتضى القاعدة، هذا الأصل الكبروي الذي يقوله، تتغير. خب أيهما حجة؟ ذيك اللغة في ذاك الزمان هي الحاكمة على الظهور الموضوعي وبها يقتنص الظهور الموضوعي، هاي اللغة في زماننا في الزمان والمكان التي يقتنص بها الظهور الموضوعي، أي منهما؟ السيد الشهيد يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الظهور الموضوعي الذي هو الحجة هو الأول المرتبط بزمان الصدور، لا هذا الظهور الذي هو ماذا؟ الثاني الذي هو زمان الوصول. هذا هو الدليل الثاني على أن الظهور الموضوعي واحد لو متعدد عنده، هذا يكشف لنا أنه يعتقد أن الظهور الموضوعي واحد لا يتعدد، ولذا هو يدور أمره بين أن يقول هذا أو ماذا أو ذا. وإلا لو كان يعتقد أن الظهور الموضوعي متعدد، مو إلى ضرورة أن يقول خب سؤال هذا حجة أو ذاك حجة، خلنا نقول له هم هذا حجة هم ماذا هم ذاك حجة. لهذا قلت أنه توجد قرينة أخرى، دليل آخر في كلامه، يعتقد على أن الظهور الموضوعي ما هو واحد لا يتعدد. يقول: والصحيح أن الحجية، عندما نقول حجية الظهور في علم الأصول، الصحيح أن الحجية موضوعها الظهور الموضوعي في زمن صدور الكلام والنص، لا وصول الكلام والنص. الآن لو نرجع إلى العرف العام نجد أن هناك ظهور موضوعي، هذا لابد أن نثبت أنه هو الظهور الموضوعي في زمان الصدور، وإلا إن لم نثبت ذلك حجة هذا الظهور الموضوعي علينا أو ليس حجة علينا؟ ليس حجة. شوفون في قضية معقدة جدا في علم الأصول، وذكرنا بالأمس كلما ابتعدنا زمانا عن زمان الصدور ماذا؟ هاي مشكلة ماذا؟ تتعقد أكثر فأكثر.
إذا متى تستطيع أن تقول إحنا راجعنا العرف العام، السيرة، الارتكاز، وجدنا يفهمون هذا الفهم، ولكن بدنا نرجع إلى ارتكازات الصدر الأول، يعني أصحاب الأئمة، إلى زمان القريبين من أصحاب الأئمة، إلى زمان الطوسي، الصدوق، المفيد، الكذا، نجد أنهم ماذا؟ لهم فهم آخر من هذا النص، لهم فهم آخر من هذا النص. وأيهما؟ يقول أنت لابد أن تنسجم مع ماذا؟ مع ذلك الفهم، مو مع هذا الفهم. ولو شككنا هسه خوب إثباته، وهذا تعلمون كاملا أنه لا في فقهنا موجود هذا البحث، لا في أصولنا، أنه نرجع نشوف بأنه ما هو فهمهم من النصوص وما هو فهمنا ماذا من النصوص. هسه لو فرضنا شككنا، لا نعلم هذا فهمنا، هل هو نفس ذلك الفهم؟ هذا الظهور الموضوعي عندنا، هل هو نفس ذلك الظهور الموضوعي؟ هنا تأتي كلمات السؤال الخامس، وهو ما هو؟ وهو أنه كيف نحرز أن ما انتهينا إليه من ظهور موضوعي هو الظهور الموضوعي في زمان ماذا؟ في زمان الصدور. طريقة الإحراز ما هي؟ لأن شككنا، أن مرة نجزم أن ما فهمناه هو ما فهمه وانتهى، ما نحتاج، باعتبار أنه هو ذاك الحجة وفهمنا هو ذاك. ومرة لا، أساسا عندما نأتي نشك أنه هو أو ليس هو، فماذا نفعل؟ ما أدري واضح هنا؟ هنا بالأمس ذكرنا للإخوة ماذا أجاب الأعلام عن هذه القضية؟ أجابوها عن أثبتوا وحدة الظهور الموضوعي من خلال الاستصحاب القهقرائي، اللي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا المعنى نحن لا نستطيع القبول، والمحققون قد عالجوا هذه النقطة. طبعا لم يطرحوا البحث بهذا النحو اللي احنا نطرحه، ولكنه في مرتكزات ماذا كان. ولذا قلت في أول البحث أنه مو اللي أريد أقول أن هذه من مختصات السيد الشهيد، لا، الأعلام كلهم ماذا يقولون هذه النظرية، ولكن مو بهذا البيان اللي نحن شرحناه مفصلا. حتى في كلمات السيد الشهيد بهذا الترتيب اللي أنا بيّنته الآن، لو تراجعون تقرات السيد الشهيد ليست موجودة بهذه الصيغة اللي أنا عرفت لها. قال والمحققون قد عالجوا هذه النقطة بأصل عبروا عنه بأصالة عدم الناقل، وقد يسمونه بالاستصحاب القهقرائي لأنه يشبه الاستصحاب، ولكن مع تقدم المشكوك على المتيقن زمانا. إلا أنه من الواضح عدم إمكان استفادة حجيته من دليل الاستصحاب، من الواضح أنه هذه مو من مصادق ماذا؟ أدلة حجية الاستصحاب. إذن من هنا نحتاج إلى دليل أساساً. هسه تريد تسميه استصحاب قهقرائي، تريد أن تسميه أصالة الثبات ماذا؟ في اللغة، تريد أن تسميه أصالة عدم الناقل في هذا الظهور الموضوعي، سمه ما شئ، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. ما هو دليله؟ ما هو دليل هذا الأصل؟ كيف أنه أنت عندك أصل استصحاب يحتاج إلى دليله؟ ما يحتاج. هسه إما سيرة، إما رواية، إما عقل، أي دليل آخر. البراءة تحتاج إلى دليل، الاحتياط يحتاج إلى دليل. وهنا عندما يقولون أصالة عدم النقل، أصالة الثبات، أصالة الاستصحاب القهقرائي، وما هو دليلها؟ هذا محتاج إلى دليل. ما أدري واضحة الآن الصورة؟ وهذا المعنى الإخوة إذا يردون يراجعوه بشكل واضح ومفصل ولطيف، السيد الشهيد عرض له في تقريرات، أقول في الحلقة الثالثة صفحة 200، ومن صفحة 200 إخواني، من صفحة 205 إلى صفحة 208، يعني من بحث الظهور الذاتي والظهور الموضوعي إلى بحث التفصيلات في الحجية. هذه الأربع صفحات أنا بقدر ما يرتبط ببحثنا، لأنه النظرية هناك هواي أوضح مما عرضه أين؟ في
تقيرات بحثه، يعني في تقيرات الدورة الثانية همتي أنا، وإلا في تقيرات الدورة الأولى أيضا ليس بهذا الوضوح الذي يوجد في الدورة